قرية الألف دي بتتبع مركز كفر سعد، ومركز كفر سعد هو المركز المستهدف في مبادرة حياة كريمة الرئاسية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المرحلة الأولى منها. القرية النهاردة بينطبق عليها طبعا معايير القوافل، لأنها بتبعد حوالي 17 كيلو من أقرب مستشفى مركزي وهي مستشفى كفر سعد. القافلة النهاردة فيها حوالي 12 عيادة تخصصية، كل العيادات الموجودة معانا بيكون فيها الطبيب سواء كان أخصائي أو استشاري، معانا فريق طبي على أعلى مستوى. احنا من قرية عرب السليمة المجاورة لعزبة الألفي، جينا النهاردة كشفنا في القافلة الطبية، كل الوسائل متوفرة، كشف بالمجان والعلاج بالمجان. بنشكر السادة الأطباء القائمين على القافلة، بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أنا بشكر الرئيس السيسي مش على المبادرة، على كل حاجة عملها في مصر. جيت قطعت التذكرة، كشفت بطنة وعملوا لي تحاليل وكشفت عيون وخدت العلاج. الدكتور استقبلني استقبال حلو وكتب لي العلاج بتاعي، رحت الصيدلية صرفته من الصيدلية، وأنا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة اللي هو عملها لنا. أنا جيت مزبة سليمة، سمعت على القافلة فينا في الألفي، قافلة جميلة، جت عندنا في السليمة كشفت نسا وكشفت رمد، كان جميل قوي الصراحة.